لكم واحد لاستيز كيفاش نطحنوا اللحم. اللحم تاعك تاع الدجاج يكون بكل جليها كاختي، ونجيبوا الروبو هكذا ونديروه هنايا. شو دير هنا وريهم، مشي هذه هي الطريقه اختي. شوف الطريقه تاعنا اختي، هذه هي الطريقه. شوفي الا عندك الحكاكه كيما هذه، لبسي واحد اللايكو هكذا وروحي معايا هنايا. نقولوا بسم الله، نديروا الكفته تاع الدجاج اختي. هذا اللحم خرجته من الكونجيلاتور، يعني كما نقولوا مكونجلي، بصح ماشي بزاف، خليه شويه يقبض روحه. يلا معايا نمشيو نقولوا بسم الله هكذا وكوماسي. حكي حكي هكا تاع الغله ولا تاع الدجاج كيف كيف. المهم ديري الكفته لولادك. ها هي الكفته درناها، شوف كفته ولا ماشي كفته؟ كفته ما شاء الله تخدمها بهذه الطريقه هذه. ايوا الصحه والراحه، ديروا غير العطريه وديروا القصبر مع السلامه.